طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي قال ان رمضان صبحي طبعا لاعب الفريق الاول في نادينا لن يتم حسم مشاركته في لقاء امبي القادم، لقاء امبي القادم ان شاء الله او اللقاء للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله. ولسه طبعا النادي الاهلي بيناقش كل الظروف، انت احنا عارفين ان طبعا انتقال رمضان صبحي كانت اعارته هتنتهي في 30/6، طبعا اعاره النادي انتهت في 30/6، فالنادي الاهلي طبعا بيقول كل المواقف القانونيه لمشاركه اللاعب في اول بدايه مباراه انبي في الشان ده، عشان كمان نحط النقط فوق الحروف، ان التفاوض مع نادي الانجليزي اعتقد انه وصل لمرحله متقدمه جدا جدا. احنا عارفين ان هيتسفيلد طالب مبلغ كبير، لكن النادي الاهلي في الفتره الاخيره بيتوصل ان شاء الله لحل الموضوع ده، اللي احنا عارفين قيمه رمضان صبحي وخاصه في الفتره الاخيره وقيمته كمان في النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله التوفيق، ونتمنى ان شاء الله نشوف رمضان صبحي بصوره مؤكده في النادي الاهلي. هو لاعب مهم، لاعب حماسي، بيفرق جدا تواجده طبعًا. بس على حد معلوماتي انه ان شاء الله احنا موقفنا سليم من الناحيه القانونيه، وان شاء الله يكمل معانا في الدوري باذن الله.